السلام عليكم. اليوم راح تكون عندنا تجربة عشان نطلع إذا الطالب فيه مشاكل في الساق أو ما يكون عنده. أول شيء راح نحدد نقاط. ممكن تجرب لي؟ تعال. عندنا أول شيء نروح حق نصف الرضفة ونخليه دائرة على الرضفة كامل. خلي دائرة. حلو. من الجانب السفلي نخليه نقطة. حلو. وعندنا في نصف القصبة نخليه هم دائرة ثانية. في نصف القصبة خليها عليه اكس. وعندنا الدائرة الثالثة راح تكون في مفصل الكاحل، في منتصف مفصل الكاحل. نشوف وين المفصل، نخلي بالضبط في النص. اوكي. وعندنا الرابع شيء راح يكون عند نهاية المشط الثاني مع السلاميات. هاي المشط الثاني في السلاميات. اوكي. الحين بنروح حق الجانب الانسي من الريل. راح يكون عندنا مع نهاية قوس القدم. مع نهاية قوس القدم نلاحظ فيه تفلطح واضح في ريل الطالب. بالضبط نشوف عند النهاية هاي العظمة. راح نخلي عليها دائرة واكس. واخر شيء بيكون عندنا بداية المشط الاول مع السلاميات. المشط الاول بيكون ويا السلاميات. نخلي دائرة ثانية. اوكي. نخلي الطالب يكون راقد على بطنه ونخلي ريله 90 درجه. اوكي. ونهايه عظمه التواميه في وتر اكيلس، هاي عضله التواميه اللي نقول لها بطه. عند النهايه نشوف في هني وتر اكيلس، هاي وتر اكيلس. من عند نهايه عضله التواميه هني راح نسوي دائره. اوكي. وراح يكون عند مع عظم العقب الى بداية وتر اكيلس. اوكي. هاي عظم العقب عندنا لاي وتر. راح نسوي نفس اللي سويناه هنا بنسويه على الساق الثاني. نقدر نطلع المشاكل اللي تكون في باطن القدم او راح تكون في السمحاق او راح تكون في الركبة او في الحوض. راح نلاحظ ان هالاربعة المشاكل اللي قاعد تصير في هالاماكن اسبابها نقدر نكتشفها بهالطريقة الاختبار اللي قاعد نسويه.